وسط القصف المتواصل والدمار في غزة، لا يزال هناك القليل من ملامح البسمة والبهجة يزرعها سكان غزة على وجوه بعضهم البعض لتخفيف عبء القصف والموت والدمار. فهذه فرقة سيرك غزة تؤدي عروضاً بهلوانية للأطفال في مدرسة لجأ إليها السكان سعياً منها لزرع البهجة والسرور والتخفيف من خوف الأطفال ولتنسيهم تعب الحرب. فرقة سيرك غزة اكتسبت شهرة واسعة فيما تملك مركزاً تدرب فيه أطفال غزة على الحركات البهلوانية. الحرب على غزة دخلت يومها 31 وسط قصف متواصل على القطاع تسبب في مقتل أكثر من 10,000 فلسطيني حتى الآن.